تركيا في دقيقة. تعرض صناعات الدفاع التركية الوحدات الرقمية الخاصة بالمركبات الجوية بدون طيار بأعداد كبيرة في معرض IDAF 2021 إسطنبول الثلاثاء المقبل. تعتزم شركة كاتميجيليرا تركيا عرض مركباتها المدرعة من طراز عقاب وخزر في معرض صناعات الدفاع بإسطنبول بين 17 و20 أغسطس الجاري. شركة الحرير لصناعة خطوط الإنتاج الغذائية والكيميائية وأنظمة التعبئة والتغليف الحديث. أعلن السودان أن زيارة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى تركيا جاءت في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين والرغبة في توسيع آفاق التعاون بينهما. أنقذت طواقم خفر السواحل التركية 3 طالبي لجوء في بحر إيجا بعد أن دفع خفر السواحل اليوناني زورقهم للمياه الإقليمية التركية. تركيا في دقيقة.